إحدى أهم البطلات المصريات في لعبة الكاراتيه، وهي أيضا ملكة جمال الأناقة لعام 2020، هي رضوى عرفة لاعبة منتخب مصر للكاراتيه. مارست الكاراتيه في الرابعة من عمرها حبا في والدتها التي كانت لاعبة كاراتيه أيضا، وشاركت في العديد من البطولات المحلية والدولية. تعرضت رضوى عرفة إلى صدمة قوية حين تم إيقافها من منظمة المنشطات 4 سنوات لإيجابية عينتها بسبب تناولها أحد الأطعمة المجمدة والتي تحتوي على مادة محظورة دون علمها. وعادت لتدريباتها ولعبتها بعد انتهاء مدة الإيقاف في سبتمبر 2019، وبدأت تستعد بقوة للمسابقات والمنافسات القادمة. رضوى عرفة لديها العديد من التحديات في الفترة القادمة محليا وقاريا ودوليا، وتأمل في الوصول بلعبتها للعالمية وتعويض سنوات الإيقاف بحصد العديد من البطولات. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا اتعرفنا من خلال هذا التقرير وتاكدنا ان ضيفتنا صاحبه اول فقره من فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده رضوى عرفة، بتجمع ما بين الجمال والاناقه والقوه. احنا بنتكلم على بطله رياضيه، ومش في اي رياضه، بنتكلم على الكاراتيه، ومش اي يعني لاعبه كاراتيه والسلام، دي احدى ابرز لاعبات منتخب مصر في الكاراتيه، ده كله الى جانب حصولها على لقب ملكه جمال الاناقه لعام 2020. رضوى صباح الفل عليكي، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام. نبتدي من فين؟ من الاناقه ولا من القوه والكاراتيه؟ تحبي نبتدي من انهي زاويه؟ يعني اي حاجه ان شاء الله. هقول لك على حاجه لطيفه، ابتدي عند جمله كده استوقفتني في التقرير، فتره الايقاف اللي انت تعرضت لها، وخصوصا ان هي كانت فتره طويله وبطبيعه الحال اكيد عطلتك كتير في مشوارك. فكره ان الواحد يتناول طعام، بتاكلي اكل مش عارفه ابعاده، مش عارفه مكوناته، ينتج عنه ان التحليل بتاعك يكون ايجابي في تحليل تعاطي المنشطات، وينتج عن ده كمان ايقاف 4 سنوات. ايه الملابسات اللي حصل معاكي ده؟ انا كنت في 2015 كنت ثانويه عامه، وفي نفس الوقت لسه تم 18 سنه. يعني اول لما بتم 18 سنه بتبقى اول مره تلعب كبار، تمام، اللي هو السينيور. فكنت باكل كتير من بره لان انا كنت باخد دروس، وبعد كده اطلع على المعسكر، وبعد كده اطلع اخد دروس تاني وكده. فكنت اكتر الوقت باكل من بره البيت، يعني ما كنتش باكل في البيت كتير. بس طبعا ما كنتش يعني كتير، يعني باكل كتير من بره، وناس كتير كانت بتاكل بره، ما كنتش اعرف انه ممكن تكون اللحمه المجمده نشطات او فيها ما يشبه. هي كانت وجبه لحم مجمد. كان ساندوتش، هي يعني اللحمه المجمده فيها ماده، اللي هي البرازيلي، فيها ماده اسمها ريكتوبامين. هي المادة دي اللي طلعت في العينة بتاعتي، والمادة دي مش هي بس، يعني مش هي المادة نفسها اللي في القانون المشطات، هي لما بينزل القانون المشطات بينزل الحاجات اللي هي منشطات كلها منها وما شابه. فهي المادة دي بتعمل نفس الحاجات اللي بتعملها المادة اللي مكتوبة. طب انتوا لما بتكونوا بتلعبوا وتابعين الاتحاد وبطلات ومنتخب مصر وما الى ذلك، ما بيكونش من ضمن توجيهات الفريق الطبي مثلا اللي معاكم في المنتخب ان خلي بالكم يا جماعه ان في اكلات معينه بيكون من ضمن المواد الحافظه اللي فيها مثلا ماده كذا وكذا؟ ما كناش بقى نعرف كده. انا اول حاله تطلع في مصر، يعني انت ساندوتش واحد وقفك 4 سنين. انا اول حاجه في مصر وفي العالم عامه، يعني هو حتى يعني بعد كده لجنه النشاطات يعني اثبتت ان انا فعلا ما باخدش نشاطات، وان ده حاجه كانت غصب عني. وبعد كده بقى اي حد هيطلع مثلا عنده في الديت مش هياخد 4 سنين، هياخد 8 شهور. أوكي. هو غصب عنه، بس يعني هو كانوا اكثر قسوه في حالتك انت. يعني انا اصلا بعديها ظهر حاله تانية، محمد محسن لاعب فولي في المنتخب، خد 4 سنين بالمثل زيي، وبعد كده قدم الورق بقى واثبت ده بالورق وكل حاجه، فبقى خد 8 شهور. رجع 8 شهور. طب تعالي بقى نبتدي لبدايتك مع الكاراتيه واختيارك للرياضه دي بصفه خاصه، وخصوصا ان معظم البنوتات الصغيرين واولياء امورهم عاده ما بيوجهوا بناتهم في مرحله سنيه مبكره لرياضات مختلفه شويه، ممكن تلاقي جمباز، ممكن تلاقي باليه، ممكن تلاقي تنس، يعني في شويه حاجات كده ثابته شويه عن الكاراتيه لبنت. فده كان قرارك انت ولا كانت رؤيه الوالد والوالده؟ انا مامتي كانت وهي صغيره بتلعب كاراتيه، كانت بتحب الكاراتيه، وانا عندي اختين اكبر مني، فهم كانوا يعني اول ما بداوا هم يلعبوا كاراتيه، فانا كنت بروح مع اختي الكبيره، وحبيت قوي ان انا العب، يعني انا بحب جدا ان انا العب، حتى ما بلعبش كاتا، انا بلعب كوميتيه اللي هو الفايت. أوكي. انا بحب قتال على طول يعني. فاول ما رحت معاها ولقيتها بتلعب كده، قررت ان انا العب كاراتيه وانا لسه صغيره قوي، كانت 4 سنين بس. من ساعتها بقى وانا بلعب، يعني وحبيتي الحكاية. حبيت اللعبه جدا. هي مامتي كمان عشان فاهمه فيها فساعدتني اكتر ان انا اوصل بسرعه، يعني لا وبعدين ما كانش مستواك
بقيتي واحده من لاعبات منتخب مصر في الكاراتيه، فبرضو اكيد رياضه مختلفه ومش سهله، وخصوصا ان انت يعني بتلعبي في الشق القتالي اللي فيها. مخاطر الكوميتي ايه تحديدا؟ بص، هو الكوميتي، هو احنا الكاراتيه غير، يعني في رياضات عنيفه بس هي عنيفه شويه يعني بتعور وكده. الكوميتي في قانون يعني مش بي يعني مثلا عندنا الرجل او الايد او كده بتبقى ليها مسافات معينه تاتش كده، مش عنيفه قوي. بس يعني بس اكيد لا يخلو الامر برضو من ضربه يعني طايشه كده، ممكن في التمرين كدا. بقى اكتر الوقت بيبقى في التمرين، مثلا ضربه جامده بتعور، اكتر الحاجه بتعور هو البق، حتى لو لابسه الرمل الضربه على طول بتيجي في البق. الاصابات بقى اللي هي الصعبه اللي هي زي الصليبي والحاجات دي، هي صعبه يعني مش بتجيلنا كتير في في الكاراتيه عامه، بس ايه بالصدفه كده لو حد رفع رجله، لان احنا بنرفع رجل عاليه، لو حد رفع رجله نطرها جامد او وقع عليها بعد ما نزل وقع عليها، ممكن يجيله صليبي، ممكن يجيله لوي في المشط الرجل، يعني اصابات مش جامده قوي يعني. بس الاصابات الجامده بتيجي بالصدفه، مره الواحد بس في التمرين مثلا. ربنا يبعد عنك كل شر وكل اصابات. طب قولي لي ابرز البطولات اللي شاركتي فيها والمقابله اللي عمرك ما تنسيها، الماتش اللي فعلا ما يتنسيش في مشوارك. انا الحمد لله بطله القاهره والجمهوريه من وانا عندي 10 لحد 18 سنه. دخلت وانا في 2011 دخلت تصفيات منتخب وناشئين وجبت اول، ودخلت بقى لعبت ايطاليا وبإيطاليا وجبت تالت فيها، دي كانت أول بطولة دولية ليا. بعد كده اسكتلندا أول، بعد كده كأس العالم في اليونان جبت أول، كل ده ناشئين. واسطنبول المفتوحة جبت أول، وشاركت في بطولة العالم بس ماليزيا بس ما ربنا ما وفقنيش. بعد كده 2012 جبت كأس عالم تاني أول. و2013 جبت خامس عالم في أسبانيا، جبت أول بحر المتوسط. و2014 جبت أول دورة لعبة أفريقية في بوتسوانا شباب، واول تشيك فردي وجماعي. ما شاء الله عليك. و21 انت خلصتي المركز الاول في ثلثين البطولات المتوفره في عالم الكاراتيه. 2015 برضه كل ده كنت اول تصفيات منتخب طبعا، يعني لازم اجيب اول تصفيات، وكل التصفيات اللي بنصفيها جوه لازم اول، قبل كل بطوله لازم نسافر، لازم نصفي قبلها. اوكي. فطبعا كل البطولات دي لازم قبل ما اسافر اكسب في التصفيه اللي قبلها. 2015 جبت ثالث دوله العاب افريقيه اللي هي كانت ثالث فردي وثالث جماعي، وكانت بطوله عربيه جبت فيها اول. لا بعدين من مسميات البطولات اللي انت خدت فيها مركز اول او غير المركز الاول، واضح ان انت لعبتي قدام كل المدارس المختلفه في الكاراتيه، يعني لعبتي من كل، يعني تقريبا لعبتي جنسيات العالم. لعبت لعبت كل الجنسيات كده برضه. مين اكتر يعني جنسيه متميزه، يعني غير الحالات الفرديه الاستثنائيه؟ اوكرانيا بشكل عام. في ميزاني اوكرانيا. انا اوكرانيا، في بنت اوكرانيه هي بتلعب دلوقتي باسم اذربيجان، بس هي كويسه جدا. اوكي. واحنا كمصر بقى مش لا احنا مش كمصر برضو كويسين جدا جدا في الكاراتيه. 2011 احنا واخدين ترتيب اول عام في الناشئين والشباب ب 21، و2013 برضو واخدين ترتيب اول عام، و2015 و2017 غالبا. احنا مصر كويسه جدا في الكاراتيه. ودلوقتي عندنا طبعا جيانا فاروق بتلعب في النادي الاهلي، هي يعني اكتر ناس من اكتر بنت في مصر وفي العرب وفي افريقيا، هي اول بنت عربيه افريقيه تتاهل الاولمبيكس، هي اتاهلت على طول. يعني هي من الرانك بتاعها هي مؤهله دلوقتي، يعني ان شاء الله كمان تشرفنا ونجيب اول. والله انت بتقولي ده كله حاجه تفرح والله، وتشرف فكره ان احنا نشوف نماذج مضيئه للفتاه المصريه الشابه ناجحه وبطلة عالمية، طبعا دي حاجة تفرح كل المصريين أكيد. طيب من عالم الكاراتيه إلى عالم الأناقة ومسابقات الجمال والران واي والحاجات اللي زي كده، إيه النقلة دي حصلت إزاي؟ إيه ملابسات حصلت على اللقب ده؟ هي المشكلة النقلة دي حصلت في الأربع سنين أنا توقفت فيهم. أوكي. يعني أنا قبل الأربع سنين كنت مركزة قوي في الدراسة، وكنت لسه صغيرة برضو، كنت مركزة قوي في الدراسة وتمرين بس. بعد كده لما توقفت ابتديت بقى أنا مهندس كمبيوتر، فابتديت بقى ابص لدراستي اكتر، ما عنديش، مش موقوفه، ممنوع العب اي رياضه تانية. لا ودراستك نفسها مش سهله مع اللي انت فيه ده كله. هي يعني بقى الاربع سنين انا توقفتهم كانوا الاربع سنين بتوع الدراسه، فربنا يعني كان ايه يعني كان بيعمل لي الخير طبعا، ده اكيد ونعم بالله. ففي الفتره دي بقى ابتديت تتغير شويه، ابتديت اكبر، ابتديت يعني ابتدي اركز اكتر في شكلي في الدراسه في كده. فالمسابقه دي كانت السنه اللي فاتت لما لقيت، هي مسابقه الاناقه 2020 ميس إليجنت انترناشونال،
كانت في مصر. كانت في مصر اه. تمام. فقررت ان انا اقدم فيها وقلت بقى يعني اقدم، بس انا كان عندي مبدا يعني انا مقدمه انه عايزه الناس تبقى ما عندهاش فكره انه البنت الرياضيه رياضه عنيفه ما ينفعش تكون جميله او ما ينفعش تكون انيقه. هم يعني في ناس كتير قوي بتفكر كده ان انت عشان بتلعبي كاراتيه ايه ده انت عنيفه وما تنفعيش بقى مش هتعرفي تلبسي فساتين ولا تبقي شكلك حلو ولا كده. يعني ناس كتير قوي لو انت ازاي بتلعبي كاراتيه. نفترض مثلا كان في ماتش قبل منها خدتي لك واحده في السنه، فالسنة دي مثلا طارت، هتشاركي ازاي في مسابقه جمال؟ لا ما ساعتها ما كنتش افكر اشارك فيها صراحه. احمدي ربنا ما كانش في ماتشات وقتها. الحمد لله. لكن استهواكي عالم الجمال والاناقه والاضواء والحاجات دي؟ اه طبعا. يعني اصل هقول لك حاجه، هو في الاخر انا يعني في الاول وفي الاخر مهما كنت بلعب رياضه عنيفه فانا بنت في الاخر. فالبنت شكلها اهم، يعني انا بالنسبه لي شكلي اهم حاجه، حتى وانا بلعب بيهمني جدا شكلي، يعني لو نازله وشكلي كويس في اللعب ممكن البطوله دي العب فيها كويس جدا. انا بيهمني شكلي والله. فعلا بتنعكس على نفسياً الحاله أنا النفسيه يعني. اه بالظبط، نفسيا الموضوع ده بيهمني جدا. ف واي بنت عامه يعني اي بنت بيهمها شكلها. فالفكره المسابقه بتخليك تركز اكتر بقى مع شكلك انت، الاضواء عليك اكتر، لازم تكوني انيقه في لبسك، انيقه في تفكيرك. هو مسابقات الجمال ما بتبقاش يعني ما بتبقاش بشكل البس، يعني ممكن بنت ما تكونش جميله قوي والشخصيه والاعمال الخيريه على فكره، وفي حاجات كتير بالظبط. طبعا احنا كل واحده لازم يكون ليها عمل خيري، يا اما مشروع في السياحه او اي حاجه تاثر فيها. كان ايه مشروعك في المسابقه اللي انا كنت حاطه برده مدخله دراستي في اه اللي انا كمبيوتر ساينس، فكنت هعمل ابلكيشن اسمه اي جي يعني اي جي ابريفيشن لايجيبت يعني ابلكيشن يجيب كل حاجه عن كل الاماكن السياحيه في مصر، كل حاجه يعني اي حد من بره لو دخل عليه عايز اي مكان في مصر ايا كان هو، مش معروفه وجميله جدا في مصر مش معروفه زي سيوه وحاجات كده بعيد قوي. كانت يعني هي ابتدت شويه تظهر دلوقتي بس زمان ما كانتش موجوده، وفي متاحف وفي مساجد وفي حاجات كتير قوي وعن السياحه عامه، وفي سياحه دينيه وطبيه وحاجات كتير قوي في مصر مش معروفه، الناس كتير قوي مش عارفاها بالذات الناس اللي بره يعني بره مصر. بس انت واضح ان انت عندك يعني انت شخصيه متعدده الاهتمامات والنشاطات. انت يومك عامل ازاي؟ يعني انت حاليا خلصت دراسه مش كده برضه؟ بس انا دلوقتي في المنتخب. اوكي، فرجعت تاني للانغماس بقى في لا بس لا دلوقتي يعني انا خلاص بعد ما يعني بعد الاربع سنين دولت، انا اصلا 2000 انا خلص الوقف شهر 9 2019. شهر 11 كنت بلعب في الشارقه في الامارات وجبت اول الحمد لله. انت عشان راجعه بعد شوقه زي بس هي البطوله ديت الفاينل بتاعها كان بصراحه بالنسبه لي انا كان بقالي اربع سنين مش على ما لعبتش على بساط دولي. الامارات كانت عامله بساط يخض يعني بساط كبير جدا، وكان فيه ناس كتير جدا من بره، وكنت بلعب مع بنت المجر غالبا او حاجه زي كده. الماتش ده كان بالنسبه لي ان انا بقالي اربع سنين ما لعبتش فاينل، ما لعبتش بطولات اصلا. لما وصل فاينل كان بالنسبه لي شوقه بقى، والدخله كمان كانت فيها رهبه. بس فده كان بالنسبه لي اكتر ماتش اثر معايا جدا. انا كسبت الماتش ده 10-0 او حاجه، بس بقى من ايه يعني حتى كل ما بلعب ماتش ده كل نقطه فيه كنت بصرخ فيه، لان انا بقالي كتير قوي ما عملتش ده، بقالي كتير قوي ممنوع ان انا العب ده. فكانت بصراحه دي بالنسبه لي اكتر بطوله، مع انها ما كانتش اقوى بطوله بس كانت اكتر بطوله مؤثره فيا يعني. اكيد. طب وايه اللي جاي ان شاء الله؟ يعني اول بطوله الفتره اللي جايه هتشاركي فيها؟ هو احنا طبعا الكورونا يعني كل ما يبقى في بطوله تتاجل شويه. كان في بطوله يعني بطوله هنا في مصر شمال افريقيا كانت المفروض في شهر 2 اتاجلت، لسه ما اتحددتش لان احنا كورونا يعني موقفه الدنيا شويه. بس هي المفروض الاساسي في شهر 8 بطوله افريقيا، وان شاء الله بطوله العالم في دبي في شهر 11. جميل. طيب انا عايز منك يا رضوى ان انت توجهي رساله، مش هقول لك بقى للبنات او للشباب، لا لاولياء الامور بصفه خاصه اللي البعض منهم بيشوف ان ابنهم اللي مهتم زياده بالرياضه لا ده اكيد هيجي على حساب دراسته، او اللي مهتم زياده بالدراسه ده هيجي على حساب صحته وممارسته للرياضه. يعني انت نموذج لعكس الكلام ده، انت نموذج للنجاح في اكتر من مجال والاقتدار في اكتر من منطقه. فتقولي ايه الاولياء الامور اللي بيكونوا خايفين على اولادهم ان هم يبقى لهم هوايات وفي نفس الوقت يبقوا مهتمين بدراستهم وفي نفس الوقت ما يهملوش الجانب الصحي والرياضي؟ بص انا اقول لك حاجه، هو انا بالنسبه لي او بالنسبه لاي حد الرياضه بالعكس تماما، يعني عكس ما اولياء الامور او الناس متخيله انه انا ما دام ابني بيروح التمرين او بيلعب رياضه او مهتم شويه بالرياضه يبقى هو خلاص حياته هتقف لمجرد ما يجي ثانويه عامه يسيب كل حاجه حتى لو هو بطل. لا بالعكس، انا بالنسبه لي شايفه ان الرياضه بتنظم الوقت. يعني انا عندي تمرين الصبح فلازم اصحى لازم انام بدري،
فانا كده صحتي اولا كده يعني بالنسبه للصحه كده بقت كويسه، لان انا بنام بدري وبصحى بدري، لازم اكل كويس عشان ابقى بلعب كويس. طبعا. خلصت التمرين يبقى وعندي دراسه لازم اذاكر، يعني الفتره بتاعه ما بين التمرين الاول والثاني فيها فتره معينه اذاكر فيها، بعدها اذاكر بالليل وبعد كده ارجع انام. هو ده كان يومي، يعني هو ده يومي. يعني الرياضه باختصار بتساعد البني ادم على انه ينظم وقته، ينظم وقته عامه، مش بس في الدراسه، دراسه ولو بيشتغل ولو بيتجوز او واحده متجوزه وعندها عيال برده ممكن تلعب رياضه، يعني ما ده ما يمنعهاش من حاجه. بس الناس بتتكاسل، يعني لو خلاص بقى انا خلاص عندي دراسه وبركز فيها. طب انا اعرف ناس قالوا خلاص كانوا ابطال عالم، قالوا خلاص انا هسيب بقى الرياضه عشان اركز، انا عايز اخش هندسه او اخش طب او ايا كان. بعد ما ببطل الرياضه الناس اللي في الرياضه دخلوا كلهم هندسه وطب وهو ما لحقش، فما جابش المجموع. هو عموما انت في حد ذاتك يا رضوى الحقيقه زي ما كنت بقول من شويه نموذج للنجاح في اكثر من مجال، وطبعا بنتمنى لك المزيد من النجاحات الفتره الجايه ان شاء الله لما تيجي تنورينا ثاني مره تقولي بقى لسه مخلصه بطوله واخده فيها مركز اول ونحتفل بيكي هنا في البرنامج. ان شاء الله. نورتينا، اهلا بيكي دايما. طب يا حضرات هنستاذنكم هنطلع فاصل سريع ثم عوده لاستكمال باقي سلسله يعني لقاءاتنا الحواريه. اتفضلي.